انتقال مودست المهاجم الفرنسي لنادي الأهلي، وأهم ما يميز هذا المهاجم. خلينا الأول نتكلم بشكل عام. خلينا نقول إن الأهلي بيعمل نقلة في جودة اللاعبين المحترفين. ده الحاجة اللي كانت الناس كانت بتقول إن في بعض المحترفين مثلا بيجوا أو كده، دلوقتي لا، النادي الأهلي بيعمل نقلة. يعني بالدليل أول واحد ديانج، الثاني معلول، الثالث بيرسي تاو، الرابع رضا سليم. أنت جايب أفضل لاعب أو أفضل جناح في الدوري المغربي وأكتر لاعب صانع فرص في بطولة الكونفدرالية. جبت مودست. مودست انت جايب لعيب، انا شايف مودست ده نقله للدوري المصري ونقله للكره المصريه. هتقول لي نقله ازاي وهو عنده 35 سنه وان هو مش عارف، الناس اللي بتقعد تقول السن، يا جماعه الكره مش بالسن. انت جايب لعيب بيلعب السنه اللي فاتت على طول بيلعب في فريق بروسيا دورتموند الالماني، فريق كان هياخد الدوري الالماني على غايه اخر ثانيه. هو لما راح بروسيا دورتموند السنه اللي فاتت اتعاقد معاه ب 5 مليون يورو. 5 مليون يورو، يعني بروسيا دورتموند مش هيدفع المبلغ ده. طبعا ده نتيجة ان المهاجم الاساسي اللي هو مهاجم منتخب كوت ديفوار سيباستيان هالر جات له اصابة، طبعا المرض، فقعد فترة 6 شهور. فهم دوروا على حل ان يجيبوا مهاجم خبرة، مهاجم صاحب خبرات زي مودست. برضه هقول لحضرتك على سر مارسيل كولر، كانت طلباته ان هو طالب من لجنة التخطيط ان المهاجم اللي يجي يكون فوق 1.80 متر. هو عايز كده، عايز مهاجم صندوق محطه بيجيد الالتحامات الهوائيه بيتحرك جوه الصندوق. فكان كل البحث في كل المهاجمين اللي تم عرضهم على الاهلي او حتى الاسماء المهاجمين اللي تداولت على السوشيال ميديا هتلاقي ان كلهم فوق 1.80 متر، لان ده كان طلب مارسيل كولر. فالمهاجم ان انت بتجيب النهارده مهاجم طوله 1.87 متر، مهاجم مسجل 85 جون في الدوري الالماني، ده مهاجم مش قليل. 85 جون في الدوري الالماني، والسنه اللي فاتت كان بيلعب في بروسيا دورتموند. وان شاء الله هنفسر دلوقتي الارقام، التحليل الرقمي والتحليل الفني، بس في احتفال ان شاء الله نشوفه قريب، الاحتفال الشهير. الاحتفال ده هو عنده الاحتفال، بص هو بيعمل كده على طول، الاحتفال الشهير ده ان شاء الله اهو هو ده بالظبط الاحتفال ده ان شاء الله نشوفه كتير في الدوري المصري السنه دي من مودست ان شاء الله. يعني